هذا رجل يا أحبة رسول الله أوصل ابنته إلى باب المدرسة، وصلها طفلة صغيرة وصلها لباب المدرسة على أن يكون اللقاء في المساء مثلا على الوحدة ولا الثانية، تسنه مش يخرج. ذهب الأب من هناك وذهبت الطفلة للدراسة. لما كانت الثانية خرجت الطفلة تنتظر أباها تنتظر، وإن لكن أباها لن يعود. صدمه شاب متهور يا أحبة رسول الله بسيارة مخمور، انتظرت الطفلة وبكت وبكت، يا أسف يا بنتي بيك لن يعود.